عسلامة، مرحبا بيكم. شني حويلكم؟ لبس عليكم. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم خبز يشرها طري وصحي. خلينا نبداو الساعة نصليو على النبي، ومن بعد إن شاء الله نبداو فيديونا. بسم الله، بدينا وعلى النبي صلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعطيكم القبول ومحبة الرسول. إن شاء الله ربي يجعلنا ويجعلكم وكل المسلمين الجنة دارنا والرسول الكريم جارنا إن شاء الله يا رب العالمين. شنية حويلكم؟ لبس عليكم؟ إن شاء الله دائما، إن شاء الله دائما المورال المرفوع والطاقة الإيجابية موجودة والصحة موجودة يا رب العالمين. نطيب الفطور صحيح. تو تشوفون هبطوا فيديو، ما نعرفش هذا ولا باش نعملوا اليوم، مانيش عارفه. انا تو نطيب في الاثنين، اما كل واحد فيديو. المهم اليوم باش نعملوا اليوم، نعملوا خبيزه انا باش نحاول نعملها خبزه باجيت. الحقيقه البنات شاهين خبز الباجيت، قلت خليني نعمل خبيزات باجيت. نعملوا شويه عجينه، خبيزه باهيه، خبيزات باهيه ان شاء الله. نخمروا خميرتنا ونعجنوا عجينتنا ونخلوها تخمر، وبعديك نرجع نطيبوها ان شاء الله في الفول. ان شاء الله نهاركم مبروك، ونكملوا مالا نمشي ونبدا خطوات العجينه نتاعنا، الخبيزات نتاعنا ان شاء الله. وما تنسونيش من لايك كان يستحق لايك. الخطوه الاولانيه باش نعملوها عندنا الخميره، باش ناخذ باك وبركه، يعني ما يقارب مغرفه خميره كبيره ولا مغرفه وشويه. انا مغرفه خاطر يا 8 جرامات، يعني 8 جرامات. ناخذوا 8 جرامات ناقصين جرام تاع يلا نحطوا بكله، وانا خاطر باش نحبها تخمر. وباش نحط معاها شويه عسل ولا سكر، كل واحد واش يحب. انا فما عسل، قلت خليني نحطو. اوكي، مقدار مغرف باهي باهي. وليلة محمد رسول الله، ونحط عليه الماء الدافي. بسم الله، خلطهم بالكدا، خليه يتجانسوا مع بعضهم العسل والخمير. أيوا، وهذا عندي أنا توا الهول ويت هذايا، أو نتوما بالفرنسي أحسن هكا. هاكا شنو يتسمى بالفرنسي بحلك. ناخذ منه مغير فيت هكا شوية، هاك شويه ونخمرها باش نخليها تتخمر مع بعضها. التجربه هذه اصح لكن شنو انا المفروض من البارح راني عملتها، لكن ما كنتش مقرره وقتاش باش نعمل خبز. وانا طبعا تعرفوني انا تو في دار موني، وليت كي قمت الصباح وشورت موني قلت نحب نعمل شويه باجيت. قالت لي ماما اعمل ظهر الكوجينه قدامك. هاي قلت خليني يزي كيك صابا كيكا، نجم نزيدها شويه باش تدفى اكثر باش ما تبردش. ماك الفرينه حطيتها، يعني حتى كان ما عملتش، حتى كان ما حطيتش الفرينه الخميره طعم تزيد بالكدا باهي هكا. هاو تو باش خلو هذايا، باش خلي من بعد. شفتوا هذايا اللي شريته اخر مره اسمع باهي، هذايا باش نعجن بعد. تو مش باش نعجن حتى شيء، باش نستنيها كيكا حتى ساعة، ما عنديش، مانيش مزروبة معناها، باش نستناها لين تضعف باهي. هاي سيدي حالينا المشكل عندنا هذايا، عملنا بيه هذايا على الأقل زادا ما يخليش الهواء يطلع، خليه كيكا دافية محلاها. نخليها وقت اللي ترج تخمر نرجعولكم إن شاء الله. أول حاجة نبداو نسخنوا الزبدة هذي خاطر يابسة وما عنديش برشا زيت زيتون، باش نعمل زبدة لأن تنكها وهكا وتعطيها جو بنين برشا. الحقيقه الحقيقه ما نجمش نعملها بلاش زيت زيتون. الخبز هو باجيت يجي بلاش، لكن انا نحب نعملها باش تجي بنينه لاولادي باه. هذه باش نحطها في الميكرون تسخن ونرجع. خليها تسخن في عقلها اش نعملوا احنا تو. نحي هذه الساعه حاجتنيش بها باه. ساعه انا ما وريتكمش الخميره، شوفي ما شاء الله، شفتوا شو كيفاش طعمت ما شاء الله.
يعني ما شاء الله ريحة ريحة تتخيلوها، نتصور تتخيلوا. خليني نحط ساعة أنا باش نعمل عيني ميزان، مش باش نكيل خاطر حسب مش باش نعمل برشا، خاطر باش نحط معاها ليلى محمد، نكون هذا تكفيني الماء هذا، باش نحط معاها ليلى محمد رسول الله شوية سميد. باهي سميد أرطب هذا شريته أنا للملاوي، إن شاء الله كان ربي يسهل الغدوة. كي بينا اليوم باش نتقابلوا احنا ولاد عبد وجماعة الكل، شوية ليان بنت موني مرضت، يمكن 200 غرام 150 غرام ما سميد مش برشا. عسير أنا ديما ما نحبش نعمل بالكيل الحقيقة، ناخذ شوية ملح. قلت لكم عاد اليوم في بالي باش نتقابل اليوم باتوا عنا سوما يا ولاد عبدو وكل، باش نعملوا جو كبير. شويه مرضت ليان بالصدفه كيك بعد ما روحنا من ماك المكان اللي شفتوه، صبحه تمريضه خذيت هواء على قرجمها، وطبعا ولينا بلغنا عبدو انه ما يجيبش اولاده، الله على اكبر بلغتهم، فباش ما حرام معناها كان الاولاد يجي ولا حاجه يعني تم يمرضوا ولاد عبدو يولوا ما يمشوش يقراوا، معناها تولي برشا احسن حاجه نعزلوا ولادنا مادام هي معناها ربي يقدر لها، نجيب مغرفه ربي قدر لها باش تمرض وكل، ولينا تبدلت الموضوع. سما يمكن تجي الله اعلم، لكن بالنسبه لولاد عبدو مش باش يجوا، فنقصت العمليه يعني. شفتوا بسم الله ما شاء الله الريحه، الريحه ما نقولكمش يا تنجم تبيتها الخميره من المليل، اذا كان تعرف انت خميرتك ما تخمرش فيسع، فهمتوا؟ بسم الله باهي. فما جاوش مش باش نعملوا ليله لما، قلت هاي خلينا نعمل الخبز ماله حاجه بسيطه يعني، الزبده نسيت الزبده مليح، فقلت خليني اليوم نعمل بالنسبه لموني واولادها وسمية توجي نعمل شويه خبيزه، خبيزه باجيت، وباش نعمل مرقه. اما باش نهبطهم كل واحد واحد، باش نهبط الخبزه وحده والمرقه وحده. شنو هي المرقه؟ الله اعلم. اوكي شفتوا مش باش نعمل برشا ماء خاطر ما يسحقش برشا ماء، الواحد يزيد بشويه باش، وطبعا الفرينة البيضه مش كيما الفرينة السمراء باش تعرفوا، الفرينة البيضه مثل يعني فيسع فيسع، السمراء تشرب اكثر ماء خاصه معها السميد. باش نخلطها انا بالكدا ان شاء الله، ما نسيتش حتى شي، حطيت الملح حطيت الخميره والسميد والفرينه. تستحق شويه اخرى خساره ما عنديش، نحب نعملها واحد كاس ونص شفتوها، نحب نعملها بالقوالب نتاع شو اسمه هذاك الباكيت، لكن ما سهلش ربي وما شريتوش. على كل حال باش نعملها في طبق عادي انا، وان شاء الله تقعد الفورمه نتاعها الباكيت، ان شاء الله تقعد الفورمه نتاعها. انا باش نحط يدي تحتها باش ما تهربش عليها برشا. ان شاء الله خاطر فرينه البيضه كما قلنا ما هيش كيما، خلينا نعمل شويه فرينه هنا خاطر ما هيش كيما الفرينه السمراء، السمراء الفرينه اللي تشرب بالكدا فيسع فيسع تشرب وطاو في العجين، هذه بليده شويه تتلبك تحسها. نحيو هذه غادي خاطر هي تتلبك مش كيما قلنا، كيما قلنا مش كيما البيضه. وبديت نعجن فيها صراحة الطريقة هذه ما كنتش نعرفها من قبل، تعلمتها جديدة وزيد هي لقيتها تساعدني برشا والله. وتتعجن جربوها تتعجن الخبزة بالكدا، خير ما تفرك بيدك هكا تعجن، تعجن بالكفوف نتاع يدك، وكيما تعرف الخبز نتاعنا إذا كان عندك أنت ماكينة ما هكا تعجن بالماكينة، وإذا كان ما عندكش تعمل بيدك. حتى لين نشوفها تلمت وما عادش تلصق.
الغالب ما نحبش نعملها بالفرينة. لو كان عملتها انتم تحبوا تعملوا بالفرينة اعملوا، انا ما نجمش نعملها بالفرينة على صحتي الحقيقة على الروماتيزم الكل، فنعملها كان بالسميد باهي والفرينة السمراء باهية. انتم ما عملوها بالبيضة تنجح لكم صدقوني، تنجح خير من هدايا، تجي خير من نتاعي بألف مرة. علاش؟ خاطر الفرينة البيضة تمشي مع العجينة وتمشي مع كل شيء. هاك تشوفوا ماهيش برشا، يعني تجي يمكن ثلاثة يزي في البركة. أول مرة تتلصق بالكدا كما تشوفوها، لكن تو تشوفهم بعد تتلصق في سوابع هذيك طبيعة، خاطر اللي يعرف الخبز السميد الفرينة السمراء، الخبز الأسمر هكاك كي تعجنوا يلصق ياسر، وما حبيتش نستعمل برشا فرينة، فهمت؟ شوية أول مرة وقعت لنا تلصق برشا اللوط. وقعدت نعجن فيها بالطريقة ذيك، نلطخ ونرمي على الرخامة، نلطخ ونرمي، نهز وننفض، نهز وننفض، نهز وننفض، حتى لين ما عادش تلصق. تشوفوها كيفاش نظيفة من اللوطة، صحيح شدت شوية في صوابعي هكا هو، لكن في الرخامة نظيفة وتنظف روحها، هي العجينة كلها تنظف روحها، وتشره والله العظيم من بعد اخزروا لها كيفاش وليت، لي ما استحقش حتى شيء تو. اش يبقى لنا تو؟ نحطها في الشقالة ونعمل لها شوية زيت باش كي نغطيها ونخليها تخمر ما تعملش شكل القشرة الفوقانية، هي ماهيش برشا وتجي طرية شوية وكهو. توا نخليها ترتاح لين تخمر، تولي طبعا أكثر من الضعف نتاعها، ونرجع إن شاء الله نطيبوا خبزنا إن شاء الله. وتوا نرجعوا خمرة الخبزة بطبيعة الحال جاتني كما قلت لكم، يعني أنا عملت شوية المرولة قاري حسابي شوية، يعني تجينا والله ونزلت فيها البركة تجي أربع خبيزات باش نقصهم ونحضرهم باقيت كعبات صغار مش برش بجينا أربع كعبات. مادام تتفرجوا فيه انتم بلا باش نعلق تعليق صغير بركة على القنوات اللي تشتموا مك القناة اللي هي اللي تشتم في القنوات كيما موني كيما سيريز سيرين كيما مريم شانيل. شوفوا والله انا نقول برافو بالنسبه لي، انا سمعت موني برافو عليك يا موني، برافو عليك، وهذا ذكاء منها ومن القنوات اللي ما رجعوش عليها برشا وما سموهاش هي راهي اللي شتمت القنوات هذيا. علاش تحب وقت اللي هي تشتم الجروب نتاعها والمتابعات نتاعها باش ينغروا عليها ويهجموا عليها؟ صارت لي انا فازه قبل من غير ما نقصد من قناة كبيرة الجمهور بتاعها هاجمني على خاطر خذيت وصفك ولا تكلمت ولا حد شيء، هاجموني وكل هجمة ذيك جابت لي 2000 مشاهدة والله العظيم في أسبوع جابتني 2000 مشاهدة. هذية تحب هي ذكية ذكية من عند موني ومن البنات ما رجعوش عليه وما سموهاش، خاطر هي تحب يسميوها بطبيعة الحال ويقولوها فلانة قناة الفلانية راهي تشتم فينا راهو كذا وكذا، والجمهور متاع موني ولا متاع سيرين ولا متاع اي قناه اخرى باش يهجموا عليها في قناتها ويبدوا يشتموا فيها، وهي بالطريقه ذيك تعمل فيو برشا برشا وتطلع لقناتها الناس اخرين ينجموا، فما ناس اخرين يحبوا الشتام يحبوا يحضروا يحبوا كل العرك والشبات وقال لي وقلت لك وشد لي ونربط لك، ينجموا يعملوا لها هي ابوني، فهمت؟ انا نقول برافو عليك والله، انا سمعت موني اليوم قلت برافو عليها ذكيه، ما حبيتش تسميها قالت ما نعرفش منش ما نعرفش اسمها سواء كان بالحق ولا مش بالحق، هذه احسن طريقه على خاطر باش يعلموها درس ما تكلمش على الناس، انت عامله العمليه ذي والضوجه والضجه والغوغاء باش يجيبوك مشاهد، اخدم على رويحتك، علاش تنقد فيهم الناس تخدم على رويحهم ما شاء الله ومحليهم القنوات هذوك؟ ما احنا ما عندناش، احنا ما عندناش هنا في تونس ما عندناش الحمد لله ما عندناش منهم برشا القنوات هذوك، هاك تشوف مصر يميمتي يميمتي، تعرف في مصر معناها جروبات وفي المغرب جروبات رهيبه ضد بعضهم يا لطيف، الحمد لله انا لحد الان ما ريتش الا القناه كيما هكا شوي شوي شوي. ما نعرفش انا ما نسمعش ولا كيفاش موجوده زعما في تونس كيما هكا ما ريتش انا، ما نعرفش انا نحس تونس اهدى، قنوات التونسيه هادين برشا مع بعضهم، هاهم نشوف القنوات الكبيره الكل عمري حتى كتجي شتيمه تعلق عليه وتتعدى، فهمت؟
فنقول برافو القنوات اللي ما سمتش القناة اللي تشتم، خاطر هذه وحدها يحبوا يشكي وحبوا يعملوا باش يعملوا، ما ثماش حتى مشكل يعملوا اللي يحبوا، على خاطر هذاك قانونين ينجموا ويحاكموها، واليوتيوب ما يحبش الحاجات هذي، فهمت؟ وربي يوفق الجميع ان شاء الله، يخدم على روحه وربي يوفقه. يلا احنا تو كيما شفتوا رجلت موري الفرينة جات محليها السمرة، جات ما عنديش القالب اللي باش يفورم لي كعبة القالب، كعبة البق الباجيت. انتوما لازم تكون عندكم، خاطر هي تجي طريه وكي تحطوها في القالب هذاك نتاع الباجيت تتلم هكا سبور نتاعها، يشد هكا سند نتاعها، تطلع هي الفوق فقعد تترخ كما عملت انا، لا تطلع الفوق وتولي خبيزه ما نقولكمش. هذاك علاش انا جاتني محلول، لكن والله بنينه طريه خضر كيفاش وهيلثي وصحيه روعه، وتاكلها مع السلطه وتاكلها مع مرقه، تاكلها مع اللي تحب انت، بنينه بزيت زيتونه خاصه سخونه تهبل. تنجموا تجربوها راه بالفرينه البيضه، انتم كيما قلت الفرينه السمراء مثل تحب تاكل. لاف يو تو يا حبيبي يا روحي، هذا ولد بنتي جاي يبوس فيه مسكين. غدو الحي غدو في الليل ولا بعد غدو صباح نروح لدار سميه من تو يبوسوا فيه مسكين. يلا نقولوا ما تنساونيش من لايك ميلا، ودونتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.